units of speed. احنا دلوقتي هنتكلم على ايه اليونت اللي انا هكتبها جنب السبيد. انا مش عايزك تحفظ measuring unit، انا عايزك تفهمها ازاي اجيبها من الريليشن اللي احنا درسناها مع بعض. خلينا كده الاول نكتب الريليشن. اخدنا الريليشن v equal d over t. v speed، d distance، t time. اكيد طلابنا الحلوين عارفين ان السبيد اليونت بتاعتها هتبقى عبارة عن يونت الديستنس اوفر يونت التايم. يبقى انا الاول اكتب اليونت بتاعت الديستنس وبعد كده اليونت بتاعت التايم وفي النهاية هشوف اليونت بتاعت السبيد. خلينا نكتب اليونت بتاعت الديستنس اللي انتوا عارفينها من قبل كده. الديستنس ممكن اقيسها بيونت صغيرة اللي هي الميتر، او ممكن اقيسها بيونت كبيرة اللي هي كيلومتر. تمام. التايم ممكن اقيسه بيونت صغيرة اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي اللي هي السكند، او ممكن اقيسه بيونت تانية كبيرة اللي هي برافو الاور، يعني بالسكند بالثانية او بالساعة. الديستنس بالميتر او كيلو متر. مش انا بعمل divided distance over time، يبقى اليونتس نفس الكلام هتبقى متر over second. ده في حالة ان انا اخدت اليونت الصغيرة. لو انا عايز اليونت الكبيرة يبقى كيلو متر over hour. طب بنكتبهم ازاي يا مستر؟ هكتب اول يونت عندي متر بير سكند، التانية كيلومتر بير اور. يبقى انا عندي كده 2 يونتس. يا اما انت تستخدم المتر بير سكند او الكيلومتر بير اور. طيب ازاي اقدر يا مستر احول بين المتر بير سكند لكيلومتر بير اور او العكس؟ هنشوف مع بعض. هتكلم دلوقتي عن conversions of some measuring units، يعني بعض التحويلات المهمة. اول حاجة هنبدأ بالديستنس. الديستنس زي ما كلنا عارفين، لو انا عندي الديستنس بالكيلومتر equal 1000 متر. لو انا عندي distance بال 1 متر equal 100 سنتيمتر. يبقى الكيلومتر لو انا هخليه بالمتر بعمل له times 1000. لو انا عايز احول من المتر للكيلومتر يبقى بعمل ايه؟ divided 1000. السنتيمتر لو انا عايز احوله للمتر بعمل divided 100، لان المتر في 100 سنتيمتر. لو انا عايز احول المتر لسنتيمتر، طبعا المتر في 100 سنتيمتر، يبقى اعمل times 100 سنتيمتر. عندنا يونت تانية بتاعت التايم. لو جيت اتكلم على التايم اسالك سؤال، الاور فيها كام مينت؟ فيها 60 مينت. يبقى الاور هعمل لها تايمز 60 عشان اخليها بالمينت، ونفس الكلام المينت فيها 60 سكند، يبقى هعمل لها تايمز ايه؟ سكند. يبقى لو انا ماشي من الكبير اللي هي الاور ورايح للصغير اللي هي السكند او المينت، يبقى بعمل تايمز. طب لو انا طالع من الصغير للكبير يبقى اعمل ديفايدد، يبقى سكند هتبقى ديفايدد مينت، والمينت ديفايدد الاور. نفس الارقام، الفرق ان انا بعمل
تايمز لو انا ماشي من الكبير للصغير، وبعمل ديفايدد لو انا ماشي من الصغير للكبير. وتبقى عارف ان ال 1 اور فيها 60 تايمز 60 سكندز. احنا لو احنا عايزين نخلي الاور للمينت الاول هعمل تايمز 60. لو انا عايز احول المينت للسكند يبقى هعمل برضو تايم 60. لما اعمل دي بالكالكوليتر هتطلع لي 3600 seconds. دلوقتي اهم conversion عندي هي السبيد. السبيد لو انا عايز احولها من الكيلومتر بير اور تو متر بير سكندز. واحده واحده يا مستر. اول حاجه هحول الديستانس من الكيلومتر تو متر، يبقى هعمل تايمز 1000. لو انا عايز احول من الاور للسكند لسه قايلينها، يبقى 60 تايمز 60. لو انا كتبت ده على الكالكوليتر هتطلع ايكوال 5/18. يعني قصدك يا مستر ان انا اعمل، لو انا عندي بالكيلومتر بير اور وعايز احولها لليونت الصغيرة اللي هي متر بير سكند، اعمل تايمز 5/18. طيب لو انا هحول من الصغير للكبير رايح للكبير، يبقى اكتب الكبير فوق، يبقى 18/5. يبقى لو انا هحول من الكيلومتر بير اور تو متر بير سكند رايح للصغير، اكتب الصغير فوق، يبقى 5/18. لو انا هحول من الصغير للكبير اللي هو متر بير سكند تو كيلومتر بير اور، يبقى انا هكتب الكبير فوق اللي هو 18/5. For example لو هو قال لي عندنا speed 72 كيلومتر بير اور، عايزك تجيبها لي بمتر بير سكند. يعني معنى كده مستر من الكيلومتر بير اور، ودي اليونت الكبيره، عايز اروح لليونت الصغيره اللي هي متر بير سكند، يبقى انا هكتب الصغير اوفر الكبير، يعني 5/18. 5/18 لما تعملها بالكالكوليتر تطلع عندك 20 متر بير سكند. عندنا اكزامبل نمبر 2. لو انا عندي 20 متر بير سكند عايز احولها للكيلومتر بير اور، انا اتفقت ان انا لو انا رايح للكبير يبقى انا اقدر اعمل 20، وهي ديت ال 20 هي ديت المتر بير سكند، اعمل لها تايمز 18/5، هتطلع معايا 72 كيلومتر بير اور. يعني هيطلع معايا نفس الناتج يا مستر. امال ليه هنا هم عاملين ديفايدد؟ عاملين ديفايدد 5/18 في الماث هي ينفع احولها تايمز، بس هخلي هجيب الانفرس بتاع الفراكشن. ازاي اجيب الانفرس بتاع الفراكشن؟ ال 18 بدل ما هي تحت اطلعها فوق، وال 5 بدل ما هي فوق انزلها تحت، عشان يبقى بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها، ودي اسهل. نبدا بقى في حل بروبلمز. عندي هنا عندنا the first one runner runs speed of 6 متر بير سكند. وانت بتحل بروبلمز لازم تجيب الانفورميشنز اللي عندك 6 متر بير سكند، يبقى هي ديت المقصود بيها السبيد. ديستنس فايند ذا ديستنس، يبقى هو عايز الديستنس باي ذا رانر ان 10 سكندز، يبقى هو دوت التايم ايكوال 10 سكندز. هو هنا عايز الديستنس، يبقى انا لازم اكتب له الريليشن اللي عندي. اكتب الترانجل اللي احنا اخدناه. عندي السبيد ايكوال ديستنس
over time. أنا المطلوب مني the distance يبقى equal the speed times time. Distance equal the speed times time. The speed equal 6. The time equal 10. تطلع 60 meters. وليه كتبتها meters بس كده يا مستر؟ كتبتها meters بس عشان بجيب distance والdistance بالmeter. عندنا example number 2. A train covers 50 meters in 2 seconds. Find its speed. عايز speed in kilometer per hour. طب هو اليونتس اللي هو مدهاني ليه الديستانس 50 متر مدهاني بالمتر ومديني التايم ب 2 seconds. طالما مديني التايم 2 seconds والديستانس 50 متر يبقى انا الاول اشتغل بالمتر بالسكند عادي وبعد كده هحولها له للكيلومتر بالاور. اول حاجه هجيب الفيلوسيتي او السبيد دي اوفر تي. دي ايكوال 50، الديستانس ايكوال 50، التايم 2 سكندز. بعد كده هقول له السبيد 50 اوفر 2 تعملها بالكالكوليتر تطلع لك 25 متر بير سكند. عايز ال 25 دي ركز معايا اخليها له بالكيلومتر بير اور. اتفقنا ان انا هحول من الصغير للكبير. من الصغير للكبير هبدا، طالما انا رايح للكبير يبقى هبدا بالكبير، هتبقى 18 اوفر 5. لما اعمل 25 تايمز 18 اوفر 5 هتطلع لي 90 كيلومتر بير اور. 90 كيلومتر بير اور، وهي دي الطريق. معانا سؤال مهم جدا وبيجي كتير في الامتحانات. السؤال ده بيقول A train starts to move at 6 o'clock. بدأ حركة الساعة 6 الصبح. عايز يعرف What is the time of arrival؟ يعني ايه وقت الوصول اللي هيوصل فيه؟ لو هو كانت السبيد بتاعته 40 كيلومتر بالاور ومشى ديستنس اوف 200 كيلومتر زي من اليكس تو كايرو، عايز اجيب التايم اللي هو اخده في المسافة دي. التايم احنا عارفين هكتب التراينجل، عندي فوق الديستنس وان ال v equal distance over time. لو انا عايز التايم هيبقى d over v. d over v الترين اللي عندي مشى 200 meters وكان ماشيهم بسبيد السرعة بتاعته 40 كيلومتر بير اور. انا عايز دلوقتي اجيب التايم، يبقى عملت distance over speed. هطلع عندي التايم equal 5 hours، يعني التايم هيطلع بخمس ساعات. 5 hours الخمس ساعات دولت بدأهم الساعة كام؟ 6 o'clock، بدأهم 6 الصبح. يبقى أنا بدأت 6 o'clock وخدت 5 hours، أخدت خمس ساعات في الطريق، يبقى أنا هوصل 11 o'clock يعني الساعة 11 in the morning. توصل 11 الصبح لأن أنت طلعت 6 الصبح وأخدت 5 ساعات، يبقى هتوصل 11 عشان كده عملت لهم plus. The train arrival is 11 in the morning. هيوصل 11 o'clock. سؤال What's meant by؟ السؤال ده بيبقى لو هو مديني رقم واحد بالشكل ده، يعني عندي value واحدة موجودة في الكويستشن كله، يبقى أنا هكتب الديفينيشن بتاعة الحاجة اللي موجودة في الكويستشن.
عندي الحاجة اللي موجودة هي السبيد، يبقى أنا هكتب له الديفينيشن بتاعت السبيد زي ما أنت قلت. هقول this means that the car moves a distance of 120 kilometers in 1 hour. أو ممكن أقول the distance covered by car through 1 hour equal 120 kilometers. يبقى لو أنا بدأت في كلمة distance يبقى في النهاية أكتب له اليونت بتاعة distance اللي هي بالكيلومتر. تاني سؤال عندي، A train covers a distance of 150 kilometers in 2 hours. أنا هنا عندي two values، أول value للdistance وتاني value للtime. يبقى في الحالة دي هتعامل معاها كأنها problem، دي مسألة هحلها عادي. يبقى أقول له this means that velocity equal distance over time، يعني عندي الـ speed equal distance over time، الـ distance 150، الـ time equal 2، تطلع لي الناتج 75 كيلومتر بير اور. سؤال كمان، what's meant by the speed of car equals 0؟ معنى ان هي تطلع 0 ان انا عندي الكار دي مش بتتحرك، يعني is at rest يعني مش بتتحرك. في بقى حاجات مهمة جدا بتبقى موجودة في الكارز وموجودة في البلينز، في السيارات والطيارات. الحاجات دي زي السبيدوميتر. وايه هو السبيدوميتر ده يا مستر؟ السبيدوميتر ده عداد بيحسب لك السبيد اللي انت ماشي بيها قد ايه. مهم جدا السواق وهو ماشي يعرف السبيد بتاعته عشان لو مطلوب منه ان هو يقلل سرعته يعرف هو ماشي بسرعه كام. يبقى عندنا السبيدوميتر، عندنا الميلج، والميلج ده اللي بيقول لك الديستانس اللي انت مشيتها قد ايه، عندنا التايمر، والتايمر دوت بيشتغل بالاور يعني بيقول لي عدد الساعات اللي انا مشيتها قد ايه. عندنا اخر حاجة الكومباس، الكومباس دي البوصلة اللي بتحدد لك الدايركشنز اللي انت بتمشي فيها اللي هي الاتجاهات. دلوقتي معانا give reason على بيسألني على السبيدوميتر. عندنا السبيدوميتر قلنا provided cars and planes are provided by speedometer. ليه انا بحط فيهم السبيدوميتر؟ عشان يقدر identifying the speed of car and plane directly. يقدر الطيار او يقدر اللي بيسوق العربية يعرف السبيد بتاعته ويتعرف عليها بسهولة وبشكل direct مباشر.